السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون على سعر هاتف سامسونج ام 11 في الجزائر. جبتكم سعر تليفون هذا اليوم تقريبا، ندير غير هاتف سامسونج. شحال من درت على الام فانتيا نورمالمون طاب اسات اخر زوج فيديوهات. فيديو اليوم راح يكون على سامسونج ام 11. قبل نشوفو البري تليفون هذا شحال يدير، متنساوش تشترك في القناة اذا دارك مشتركين، ديرو جيم فيديو بارطاجو مع صحابكم اذا حبيتو. الانستغرام تاعي تقفل في الوصف ديالي ابوني. وين نبداو؟ هم تصاور التليفون هذا، وحاجه اللي نقول لكم التليفون هذا شغل من ارخص تليفون زعما اللي عجبهم من النوتش هذا اللي داروه جديد في وسط الكاميرا. هذاك النوتش شغل التليفون هذا رخيص كامل اللي تقدر تشري فيه النوتش هذا نورمالمون. هذا رخيص كامل اللي فيه النوتش بهذا البري، اللي بالبري تاعو منافسين ما فيهمش النوتش، جايين النوتش العادي ما فيهمش هذيك الثقب تاع الشاشه يسموه. بالنسبة للبري تيفون هذا نبداو بالبري الأول، 3 ملايين و100، وليك نسخة 32 جيجا و 3 رام. نسخة هادو كامل 3 رام 32 جيجا. هاي ليك هذا 3 رام 32 جيجا، 5 ملي أمبير، 2 ملايين و950. سام 11 وليك باتري نفسها، ما شغل تختلف غير ستوكاج ممكن. لي موراه 3 ملايين و50 وليك نفس المساحة والرام. لي موراه 2 ملايين و950، هذا من اخر سليبري ثاني اللي لقيتهم. هاوليك النسخة تاع 32 رام و 32 جيجا و 3 رام. لي موراه 2 ملايين و900 ثاني، هذا من ارخص سليبري و تبع بيهم التليفون. لي سخو زعما شغل ارخص بري تقدر تشري بيه، هاوليك 32 جيجا. البري لي مقبل الاخر 3 ملايين و250، هذا من اغلى لي بري ثاني اللي لقيتهم، ماشي من ارخص بالنسبة للتليفون. والبري الاخر اللي جبت لكم هاوليك 3 ملايين و150، نسخة 32 جيجا. كما كشتو هادو هما البري تاع تليفون لي بريون يدور فيهم. البري الرخيص كامل اللي تقدر تشريه بيه 2 ملايين و900 هاد الايام. سما هذا هو البري تليفون هذا. وهم قاعدين فيديو اليوم، فيديو خفيف برك على سعر تليفون هذا. ان شاء الله عجبكم فيديو فتكم به. كما قلت لكم شاركوا في القناة اذا مشتركين، ديروا جيم فيديو بارطاجوا مع صحابكم اذا حبيتو. الانستغرام تاعي تقفل في الوصف ديالي ابوني. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.